انطلقت جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في دورتها الثانية بمضاعفة قيمتها النقدية لتصل إلى 40,000 دينار، حيث تأتي الجائزة بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لخلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين وتشجيع الباحثين في هذا المجال. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة القائم بأعمال الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. مساء الخير شيخة مرام. مساء النور والسرور. بداية لو تسمحين يعني تعطينا نبذة أو الهدف حقيقة من انطلاق هذه الجائزة. منذ تأسيس المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في البحرين كان أهم أهدافها أن هي تسعى إلى دعم القطاع بشكل عام باستخدام مختلف الآليات، فالجائزة كانت أحد الآليات اللي شفناها أن هي ممكن أن تعزز روح التنافس ما بين العاملين في القطاع، وتم تحديد أهداف عامة هي زيادة الناتج الزراعي ومساهمة هذا الناتج في الاقتصاد المحلي. نعم. أيضا السعي من أجل تحقيق أمن غذائي نسبي وتقليل الاستيراد اللي اليوم مملكة البحرين تستورده من الخارج بتوفير بدائل محلية ومزروعة بأيدي بحرينية إن شاء الله. أيضا استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، لأن هناك تحديات كبيرة تواجه البحرين ودول كثيرة في العالم من ندرة المياه وقلة الأراضي وما إلى ذلك، فالتقنيات الزراعية الحديثة اليوم ممكن أن هي تساعد في التغلب على هذه التحديات، وبالتالي من خلال الجائزة نحاول أن نوجه المزارعين أو المستثمرين أن ما يستخدمون التقنيات الزراعية الحديثة في مشاريعهم واستثماراتهم. تشجيع الاستثمار بشكل عام في قطاع الزراعة، هناك الكثير من الاستثمارات موجهة لقطاعات أخرى مثل الاتصالات مثل ما بذكرها، بس المهم أن قطاع الزراعة أيضا قطاع مجدي ويستاهل اليوم أن يكون فيه استثمارات. ريادة الأعمال كذلك، الشباب اليوم هناك عدد كبير من الشباب يتوجه لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة، فنبين لهم إحنا كمبادرة أن القطاع الزراعي أيضا ممكن أن الواحد يبدأ فيه مشاريع صغيرة ومتوسطة وتكون مجدية اقتصاديا وتحقق الأهداف العامة اللي نسعى لها. نعم. طيب الشيخ مرام، يعني احنا بدنا نتعرف ايضا الان على المحاور التي ستقوم عليها. هناك ثلاث محاور من الأهداف بتلمس ان المشاريع الزراعية تلعب دور هام، فهناك محور لأفضل مشروع زراعي ومن خلاله بيتم تكريم أفضل مشروع منتج وأفضل مشروع مساند أو يقدم خدمات زراعية مساندة للقطاع، فهذا شيء جديد في الدورة الثانية. وأفضل مزارع بحريني، طبعا ما نغفل أن هناك أفراد بذلوا حياتهم كلها يشتغلون في مجال الزراعة ويمكن ورثوها أبا عن جد، فما نغفل دورهم في المساهمة الكبيرة اللي ساهموا فيها، فلذلك المحور هذه بيكرم أفضل مزارع بحريني. أما المحور الأخير فهو محور أفضل الدراسات والبحوث الزراعية، والهدف من استحداثه أو من جعلها أحد محاور الجائزة كنا نسعى إلى أن نحل المشاكل اللي تواجه المزارعين اليوم بطريقة علمية. نعم. فالقصد من توجيه جائزة للبحوث الزراعية هي أن تكون البحوث أو هدفها هو إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي عن طريق البحث العلمي والتجربة، وتكون الحلول هذه مدروسة وعملية، فهذه. نعم. هي المحاور الثلاث. نعم الشيخ مرام، لا شك يعني انطلاق هذه الجائزة وأهميتها وبالمحاور التي ذكرتيها لا شك أنها تشكل طموح أيضا لديكم، يعني هل هنالك خطط لتوسيع الرقعة الخضراء في مملكة البحرين؟ يعني أكيد. ما هي الخطط المستقبلية؟ المبادرة تسعى مع كل الجهات المعنية لتوسعة الرقعة الخضراء في البحرين. نعم. وهذه كان من الأهداف اللي ذكرت من التأسيس في عام 2010، فهناك عمل متواصل من ذاك الآن إلى اليوم، وبذكر لك بس كذا مثل عن تعاوننا مع المؤسسات الرسمية مثلا. نعم. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان
أعضاء في المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. فبالتالي كل الخطط اللي ترسمها المبادرة تصبح ضمن خطط الوزارتين المعنيتين في توسعة الرقعة الخضراء كل في مجال مسؤوليته. عندنا تعاون قائم مع وزارة الأشغال طبعا بحكم الارتباط المباشر لأن شؤون الزراعة تحت وزارة الأشغال في دعم المزارعين البحرينيين بكافة الأشكال، فالمبادرة تلعب دور كبير في هذا الموضوع، وأيضا مع البلديات في استحداث أو تأهيل إعادة تأهيل بعض الحدائق العامة وبعض المماشي العامة. ففي مساهمات بسيطة وتعاون ما بين المبادرة والبلديات في هذا المجال. هناك تعاون قائم مع المجلس الأعلى للبيئة أيضا في مشروع العرين وتخضير مشروع العرين، وأيضا عملية استزراع القرم أو زيادة نبات القرم في مملكة البحرين. هذه على مستوى المؤسسات الرسمية. أيضا هناك تعاون مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني. مع المؤسسات التعليمية نسعى تكون عندهم اليوم برامج موجهة لطلبة المدارس لتعلم طرق الزراعة الحديثة، فإحنا نبي نغرس هذه الموضوع من أعمار طلبة المدارس على أساس مستقبلا يكونون ينظرون إلى هذا القطاع بشكل أنه هو قطاع قائم ومجدي وممكن الاستثمار فيه. مؤسسات المجتمع المدني مثل الهلال الأحمر ومركز عالية للتدخل المبكر، هذه فقط مثلين من المؤسسات اللي اشتغلنا معهم على مشاريع زراعية. وأخيرا على مستوى الأفراد، التوعية دائما مستمرة مع الأفراد، فاليوم إذا كل شخص زرع في بيته إن شاء الله البحرين كلها بتصير خضراء إن شاء الله. شيخ مرام بنت عيسى الخليفة القائم بأعمال الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، شكرا جزيلا لك.